اكثر من 11 شاحنه اللي مسخره هنا في الاطفاء. من بين الشاحنات هذه كاين رتل المتنقل كولون موبيل تاع ولايه واركلا، بالاضافه الى شاحن التموين تاع المياه. الان تمت السيطره على الحريق هذا، رانا في عمليه تبريد. نعرفوا بالحريق هذا جاء في منطقه سكانيه اهله بالسكان. احنا نحوسوا ان شاء الله كما نقولوا باللي اول حاجه نديروها هي كما نقولوا نمنعوا سواء السكان سواء كما نقولوا السكنات تاع المواطنين هادو، باش يكونوا ان شاء الله يباتوا يعني كما نقولوا في اليوم يباتوا كما نقولوا في اريحيه، ما يباتوش يعني في مع النار مع يعني الدخان هذا. احنا نواصلوا حتى لنهايه العمليه.